ندخل بقى يا جماعه دلوقتي على السبلين. السبلين السبلين اللي هو الطحال يعني. والسبلين برضو ده بقى كان ايه؟ كان secondary او peripheral lymphoid organ. احنا في الاول كنا قسمنا lymphoid organs الى نوعين، primary او central وايه و secondary او ايه او peripheral. وبالتالي يا جماعه السبلين ده organ واحد من secondary او peripheral ايه او peripheral lymphoid organs. كويس، هناخد الستراكشر بتاعه يعني. احنا بنقول انه السبلين ده يا جماعه بيتكون من ستروما وبارينكيما، وانا خلاص بقى نشف بصراحه في تحديد يعني ايه كلمه ستروما يعني ايه كلمه بارينكيما. فان ستروما قلنا يعني ايه؟ ده عباره عن الكونكتيف تيشو اللي بيحوط على الاورجن. طب البارينكيما ده عباره عن الفانكشنال بارت من الاورجن. وجينا قبل كده وقلنا انه الستروما دي بتتكون من ثلاث حاجات، بتتكون من كبسول، بتتكون من تروبيكولي، وبتتكون كمان مين؟ من الريتيكولار نتورك. فالكبسول ده عباره عن مين؟ عن الغطاء اللي بيحوط مين؟ اللي بيحوط الاورجن. طب التروبيكولي ده عباره عن كونكتيف تيشو سته داخله تعمل ايه؟ داخله تقسم الاورجن بتاعي الى مالتيبل كومبارتمنتس، الاكثر من جزء، الاكثر من لوب، الاكثر من قطعه يعني. والريتيكولار نتورك ده عباره عن نتورك من الريتيكولار تيشو او من الكونكتيف تيشو. تمام؟ تاخد بالك من حاجه، انه الكبسول هنا عند السبين يعني بيبقى ثيك عند الهايلم. بيبقى ثيك فين؟ بيبقى ثيك عند الهايلم. كمان هو بيحتوي على سموز ماسلز، والسموز ماسلز دي اللي بتاكت زي از بامبنج اكشن، بتعمل بامبنج انها بتعصر السبين عشان تخرج منه الدم. واحده واحده، واحد يقول لي اصلا يعني ايه كلمه، ثانيه واحده، واحد يقول لي اصلا يعني ايه كلمه هايلم. ابص حضرتك، ده حضرتك اللي هو السبين اهو، شايفه اللي هو ده السبين اهو. تمام، شايف حضرتك المكان اللي هو جوه ده، اللي هو الحته اللي هي جوه، اللي هو الجزء ده بقى ورا ده، شايف حضرتك ده بقى ده داخل منه بلاد فيسل. يعني مثلا الاحمر ده السبلينيك ارتري، ده الشريان الداخلي للسبلين. ده على فكره ده مين برانش، ده برانش رئيسي من الاورطه، من الادومينال اورطه، ده برانش رئيسي يعني اسمه سبلينيك ارتري اللي هو ده. شايف لك الازرق ده الفين اللي هو السبلينيك فين اللي خارج بالدم بقى، ده السبلينيك فين. فمكان دخول السبلينيك ارتري وخروج السبلينيك فين من عند السبين ده انا بسميه الهايلم. الهايلم هو الانترانس، هو المدخل بتاع الاورجن. فيقول لحضرتك بقى انه الكبسول بتيجي عند هذا الهايلم وتبقى ثيك، تبقى تخينه شويه. طبعا ليه تخينه شويه؟ لانها هتحوط على مين؟ على البلاد فيسلز، وبالتالي لازم تبقى قويه عشان تحمي هذه البلاد فيسلز، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ده مين؟ ده بنتابع ايه كمان؟ قال حضرتك انه الكبسول اللي هي محوطه على هذا الاسبلين تحتوي على سموز ماسلز. طب ليه سموز ماسل؟ قال لك عشان هي تعمل كونتراكشن، تنقبض، فلما تنقبض تعصر الاسبلين، فلما تعصره الدم يخرج منه في الفين. كويس؟ الاسبلين ده عباره يا جماعه عن ايه؟ عن كيس دم. يعني السبلين ده كده جواه كله مليان دم. والسبلين ده بيعمل ايه؟ بتاع حضرتك ليمفويد اورجن، يعني ده برضه بيخش جواه الليمف ويفلتر الليمف زيه زي الليمف نود. حضرتك ده بيموت البكتيريا. حضرتك ده كمان بيموت الاولد ار بي سيز او الواي بي سيز او بيتها ما بتشتغلش. معايا؟ ده اي اماتيور سيل، خليه غير ناضجه، بيموتها على طول. السبلين ده مهم جدا جدا. وبالتالي هذا السبلين بيبقى جواه ايه؟ جواه كميه كبيره جدا من الدم. فانا عندي مين بقى؟ عندي سموز ماسلز في الكبسول بتعمل ايه؟ بتقوم تكونتراكت، فتعصر السبلين فتخرج منه ايه؟ فتخرج منه الدم. خلاص؟ طيب. ترابيكولي. والترابيكولي عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هو قلنا عليه كونكتيف تيشو سبته. كونكتيف تيشو سبته. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك عند الهايلم برضو، عند الهايلم، الهايلم ده على فكره بيبقى في الميديال سيرفس، يعني السيرفس ده كده الميديال سيرفس. عين وكده لاترال، يعني كده من بره، يعني اصلا السبلين ده موجود في الناحيه الشمال، في الناحيه الشمال تحت الريبس، تحت الضلوع، يعني تحت الاخر الضلع خالص من تحت كده هتلاقي تحت السبلين على طول. فالجزء اللي هو السيرفيس دوت باصص لبره لاترال، انما ده اللي جوه ناحيه ميه طبعا عشان يقابل البلاد فيسلز دي يعني. فيقول لك ايه؟ يقول لك انه الهايلم اللي هو عند الميديال سيرفيس كبسول بتدي ايه؟ بتدي سيفرال تروبيكولي. التروبيكولي كتيره جدا. التروبيكولي دي شايله نيرفز وارتريز. بمعنى اخر ان حضرتك لو انا بقول انه مثلا يعني هذا هو السبلين اللي هو ده مثلا، هذا الكبسوله اهي خلاص، والمنطقه دي اصلا هي منطقه الهايلم اللي هو داخل هنا عندي البلاد فيزل اهي، وادي الفين اهو. تمام، فده منطقه الهايلم، فانه المنطقه دي اصلا من الكبسول بتبقى تخينه لانها عند الهايلم اهي، بتبقى تخينه جدا خلاص. وكمان بتيجي اكتر من تروبيكولي بتتكون، يعني دي تروبيكولي بتتكون ودي تروبيكولي ثانيه بتتكون ودي تروبيكولي ثالثه بتتكون. ليه؟ التروبيكولي دوت يعتبر طريق بيمشي من خلاله البلاد فيسل، يعني البلاد فيسل ده عشان يخش جوه السبلين لازم يشوف تروبيكولي يمشي عليه، لانه ما يعرفش حاجه في السبلين، فهو بيدور على تروبيكولي ويمشي جنبه.
معايا؟ عشان كده الكبسول بتيجي في المنطقه دي تدي تروبيكولس كتيره جدا، سواء شايل ارتري، سواء شايل فين، سواء شايل نيرفس كمان، نيرفات اعصاب، كل الكلام ده ايه؟ كل الكلام ده عندي سيفير تروبيكول او عدد كبير سيفرال يعني ميني تروبيكولز. يبقى اذا انا عندي كبسول اخدت عنها معلومه انها تبقى ثيك عند الهايلم، تروبيكولي اخدت عنها معلومه تبقى سيفرال عند برضو مين؟ عند الهايلم برضو. امال البارينكيما ده اصل في الاخر الاستروما دي عباره عن ايه يعني؟ عباره عن كونكتيف تيشو، لكن البارينكيما ده الجزء اللي بيشتغل، ده الجزء المهم. احنا في البارينكيما بتاعه الثايمس كورونا بتتكون من ايه وايه؟ كورتكس ومدله. طب في البارينكيما بتاعه الاورجن اللي بعدين اللي احنا اخذناه اللي كان اسمه الليمف نود كانت بتتكون من ايه؟ كورتكس ومدله. هنا بقى البارينكيما بتاعه السبلين بتتكون من ايه؟ قالك بتتكون من حاجه اسمها وايت بلب وحاجه ثانيه اسمها ريد بلب. وايت بلب وريد بلب، ودي مهمه جدا ومشهوره جدا. وايت بلب وريد بلب، وايت بلب وريد بلب. بص يا سيدي، لو انا جيت وريتك صوره حقيقيه لهذا السبلين زي ده مثلا، شايف حضرتك مين ده؟ اللي بره دي مين؟ دي الكبسول، كويس؟ تبقى موجوده هنا دي الكبسوله، كويس؟ هنا بقى ده مين؟ ده بقى البارينكيما كلها اللي هي عباره عن وايت بلب وريد بلب. بص يا سيدي، اي دايره، اي دايره حضرتك شايفها، اي دايره حضرتك شايفها اهي، اي دايره حضرتك تشوفها ده عباره عن وايت بلب، دي وايت بلب وده وايت بلب وده وايت بلب اهو، تمام؟ وده وايت بلب وده وايت بلب وده وايت وهكذا. اي دايره من دول مش متقسمه بقى، يعني مثلا وايت بلب مش متجمع في حته والريد بلب في حته، لا هما بعطرين في بعض. وايت بلب وريد بلب، لو جينا شفنا الصوره اللي تحت دي، شايف حضرتك دي الصوره جميله قوي، شايف اهو ده مين ده؟ ده وايت بلب، واو ده كمان وايت بلب اهو وده وايت بلب اهو. طب الباقي بقى؟ الباقي ده كله ده ريد بلب، اه كل ده ريد بلب. طب هنا برضو اه كل ده برضو ريد بلب، كل الباقي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريد بلب. فانا بقول ان البارينكيما بتاع السبلين بتتكون من ايه وايه؟ وايت بلب وريد بلب، وايت بلب وريد بلب. تعال بقى نعرف الوايت بلب ده بيتكون من ايه وفايدته ايه، والريد بلب ده بيتكون من ايه وفايدته ايه، كويس؟ قال لك يا سيدي عشان نعرف تركيب الوايت بلب، خلينا ناخد الصوره الجميله جميل قوي قوي اللي فوق دي، هو الوايت والريد مع بعض يعني. هذه الصوره، بص يا سيدي، احنا بنقول ايه او فايده هذا السبلين يعمل ايه بكل بس؟ يعني مثلا في الليمف نود قلنا ايه اللي بيحصل؟ قلنا الليمف بيجي عن طريق الليمفاتيك فيسل اللي هو الافرنت، ويدخل عن طريق السب كابسولار ساينس لحد الكورتيكال والسب كورتيكال لحد ما يدخل في الميدلري ساينس، ويبدا الليمفوسايتس الموجوده في الميدلري في الميدلري كورتس انها ايه تموت البكتيريا اللي موجوده وتنقي هذا الليمف وتفلتره لحد ما الليمف بقى يتفلتر ويخرج عن طريق الافرنت، مش كده؟ قال لك انه هذا الوايت بلب ده بيأكت نفس الاكشن بالظبط. اللي بيحصل انا عندي انا هنا هفلتر مين بقى؟ انا هفلتر الدم، يعني هناك الليمف نود كانت بتفلتر الليمف، هنا بقى انا هفلتر الدم ازاي؟ قال حضرتك ده الارتري اللي داخل، كويس؟ ده البرانش من الارتري اللي كان داخل عن طريق الهايلم اللي هو السبلينيك ارتري، قعد يدي ارتريولز 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 ارتريولز، كويس؟ لحد ما جه عندي كل ارتريول بيدخل جوه وايت بلب، يعني كل الدايره دي كده عباره عن وايت بلب، كويس؟ فده عندي ارتريول اهو داخل جوه مين؟ جوه الوايت بلب ده. بسمي هذا الارتريول ايه؟ بسميه سنترال ارتريول. سنترال ارتريول ليه في السنتر؟ ليه سميته سنترال ارتريول؟ لانه في السنتر بتاع الوايت بلب، في نص الوايت بلب بالظبط، يبقى عندي السنترال ارتريول، كويس؟ طيب يقول حضرتك حوالين هذا السنترال ارتريول، حوالين هذا السنترال ارتريول بيبقى عندي شيث. شيث يعني كلمه شيث يعني صفحه او منطقه. هذه المنطقه عباره عن ايه؟ عباره عن ليمفوسايتس، مليانه ليمفوسايتس، كويس؟ اللي هي كل الايه؟ كل الخلايا دي كده عباره عن ليمفوسايت. فبسمي هذه الشيث اللي بتتكون من ليمفوسايت بسميها بيري ارتيريال ليمفاتيك شيث. بيري ارتيريال ليمفاتيك شيث، دكتور يعني ايه كلمه بيري ارتيريال؟ بيري يعني حوله، وارتيريال يعني السنترال ارتريول. فدي الشيث اللي حوالين مين؟ حوالين السنترال ارتريول. اي يعني حوالين من الناحيه دي والناحيه دي، محوطاه. بتتكون من ايه؟ من ليمفوسايتس، كويس؟ طيب بعد هذه الشيث بعدها على طول بلاقي عندي نوديولز، ليمفويد نوديولز. احنا كنا اخدناها فين؟ شبه مين اللي كانت موجوده فين؟ شبه اللي كانت موجوده في الليمف نود. كان عندي ليمفويد نوديولز اهي برضه نفس الكلام، عندي ليمفويد نوديولز موجوده اهي، ليمفويد نوديولز. طيب وبعدين المنطقه اللي بعدها اسمها المارجنال زون. المارجنال زون اللي هي المنطقه دي ليه سموها مارجنال؟ لان عند المارجن، عند الحافه، كلمه مارجن يعني حافه، فادي حافه وادي عند الحافه الثانيه اللي هي اخر جزء خالص فين؟ في الوايت بلب. دي المنطقه اللي بتفرق ما بين هذا الوايت بلب وما بين الريد بلب اللي هو القناه دي، شايف حضرتك القناه او الجزء ده كده عباره عن الايه؟ عن الريد بلب. فانه الجزء اللي هو الاخضر ده اللي هو المارجنال زون ده ما بين مين ومين؟ ده اللي بيفرق بين مين ومين؟ ما بين الوايت بلب وما بين الريد بلب.
يبقى الوايت بلب بيتكون من ايه تاني؟ ها سنترال ارتريول. سنترال ارتريول هو جايب الدم اللي هيتفلتر. بيري ارتيريال ليمفاتيك شيث دي اللي حوالين السنترال ارتريول. ليمفويد نوديولز ومارجنال زون، هذه مارجنال زون بايه؟ ما بين مين ومين؟ ما بين الوايت بلب والريد بلب. ما بين الوايت بلب والريد بلب. كويس؟ امال الريد بلب بقى؟ قال لك ان الريد بلب ده عباره بيتكون حاجتين، بيتكون حاجه اسمها سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس. سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس. دكتور احنا في الليمف نود كنا اخذنا انها تتكون من كورتكس ومدله، وجينا على المدله قلنا انها تتكون من ايه؟ من حاجه اسمها مدله ريكورد ومدله ريساينس. وقلنا ايه اللي بيحصل؟ ان انا بيبقى عندي ساينس وادي حواليه مين؟ حواليه كورد بالشكل ده، ساينس وحواليه كورد بالشكل ده. فده برده اهو انا عندي هنا سبلينيك كورد، سبلينيك كورد زي وبتودي على مين؟ بتودي على حته واسعه، الحته الواسعه دي اسمها ايه؟ اسمها سبلينيك ساينس. سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس، سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس. ده تركيب الريد بلب. يبقى الوايت بلب تاني سنترال ارتريول، بيري ارتيريال ليمفاتيك شيث، ليمفويد نوديول ومارجنال زون. امال الريد بلب سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس، سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس. واحده واحده بقى. انا عندي الوايت بلب اهو بيتكون من ثلاث حاجات، بيتكون حاجه اسمها بيري ارتيريال ليمفاتيك شيث وليمفويد نوديولز والمارجنال زون. البيري ارتيريال ليمفاتيك شيث دي بتتكون من ايه؟ من تي لينفوسايت. من تي لينفوسايت، بص حضرتك اللي هي الخلايا دي، شوف حضرتك الخلايا دي كلها دي عباره عن تي لينفوسايتس. تي لينفوسايتس كل الخلايا دي. دكتور هو المنطقه دي مليانه كلها تي لينفوسايت؟ قال لك ايوه. فقال لك ان المنطقه دي تقريبا تقريبا تشبه الثايمس. تشبه الثايمس ليه؟ لان الثايمس مليانه تي لينفوسايتس، مليانه تي لينفوسايت، وبالتالي المنطقه دي اللي هي البيري ارتيريال ليمفاتيك كانها ثايمس. شوف بقى ليه؟ لانها ما تحتوي على تي لينفوسايت. فسموا المنطقه دي اللي هي البيري ارتيريال ليمفاتيك شيث سموها ايه؟ سموها ثايمس ديبندنت زون. ثايمس ديبندنت زون يعني دي زون كانها ايه؟ كانها ثايمس. ليه؟ لانها تحتوي على تي لينفوسايت كتيره جدا، يعني من كتر هذه التي لينفوسايت كانها اصبحت ايه؟ كانها اصبحت ثايمس. طب اللي بعده عندي بعد كده مين؟ ليمفويد نوديول. قال لك انهي لينفوسايت؟ البي لينفوسايت. البي لينفوسايت. يبقى انا لما اجي اقول لك الوايت بلب، الوايت بلب بتاع السبين بيحتوي على بي لينفوسايت ولا تي لينفوسايت؟ الاثنين، البي والتي. لكن التي موجوده في البيري ارتيريال ليمفاتيك شيث، انما البي موجوده فين؟ في المنطقه اللي بعدها اللي هي مين؟ اللي هي الليمفويد نوديولز. كويس؟ المنطقه اللي بعدها اسمها ايه؟ اسمها المارجنال زون. ودي بتحوط على مين؟ بتحوط على الليمفويد نوديولز. اهي يعني هي محوطة على النوديولز بره 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 على النوديولز. ايه كمان؟ قال لحضرتك انها بتسيباريت، ودي اهم نقطه فيها، بتسيباريت الوايت بلب من الريد بلب. تمام؟ ايه كمان؟ قال حضرتك انها بتتكون من بلازما سيلز وبي لينفوسايت وماكروفيج واللي هو الدندريتك سيلز اللي هي الانتجين بريزنتنج سيلز. مش مهم، لكن اهم حاجه انها ايه؟ انها بتسيباريت الوايت بلب عن الريد بلب. يبقى بيري ارتيريال ليمفاتيك شيث تي لينفوسايت، ليمفويد نوديول بي لينفوسايت، مارجنال زون ودي بتسراوند مين؟ الليمفويد نوديول، ودي بتسيباريت الوايت بلب من الريد بلب. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه الوايت بلب. الوايت بلب. طيب يقول لك ان الوايت بلب ده كلوزلي اسوشيتد وذ ايه؟ مع مين دايما؟ مع سنترال ارتريول. ماشي في نصه ايه؟ ماشي في نصه سنترال ارتريول. تعالى بقى على الريد بلب. الريد بلب ده بيحتوي على حاجه اسمها سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس. سبلينيك كورد وسبلينيك ساينس. بيسموا السبلينيك كورد ده كوردس اوف بيلروث. كوردس اوف بيلروث. بيلروث اللي هو اكتشفها. اسمه احبال كلمه كورد يعني حبل. احبال بيلروث. كوردس اوف بيلروث. وده حضرتك بيتكون من ريتيكولار فايبرز. يعني كلمه ريتيكولار فايبرز يعني كونكتيف تيشو فايبرز، عباره عن كونكتيف تيشو يعني. هذه الريتيكولار فايبرز تحتوي على ستيليت ريتيكولار سيلز. يعني ايه كلمه ستيليت؟ يعني نجميه، يعني هو ده شكل النجوم اهي شبه الخليه دي مثلا. يعني انا كده بيبقى عندي ريتيكولار فايبرز بتحتوي على ستيليت ريتيكولار سيلز. ايه كمان؟ قال لك جوه هذه السبلينيك كورد عندي ماكروفيج، في كميه كبيره جدا من ماكروفيج اللي هو مثلا في المنطقه دي. يعني مثلا بيبقى عندي هنا كده ماكروفيج ماكروفيج ماكروفيج، لكن بيزيد على الماكروفيج فين؟ عند الساينس. يعني قرب الساينس كده يزيد على الماكروفيج اهو. بس هنا برضو ساينس اهو، اه يزيد على الماكروفيج. ليه بقى؟ لان متوقع ان الدم هيقف فين؟ هيقف في المنطقه دي عند الريد بلب هنا، او عايز عند السبلينيك ساينس هنا. فيقول لك ايه؟ فيقول لك انا عندي حاجه اسمها سبلينيك ساينس. السبلينيك ساينس دي الساينس قلنا ايه؟ قلنا دي حته واسعه، واي ساينس دايما بيبقى لايند باندوثيال سيلز، يعني هي نفس الخلايا اللي بتلاين اي بلاد فيسل. فالسبلينيك ساينس ده لايند باندوثيال سيلز. لو احنا جينا نشوف السبلينيك ساينس ده بمقطع طولي مش بمقطع عرضي، يعني انا كده كاني واخد ايه؟ كاني واخد مقطع فيه هنا، او كاني انا واخد مقطع فيه. لكن لو اخدتها مقطع طولي
اللي هو بقى ايه بالطول يعني، هشوف هلاقي ان السبلينك ساينس انا كده كاني بص على السينس من فوق فاهمني، لكن لما ابص عليه من الجنب هلاقي كل ده يعني، هلاقي الساينس ده طويل كده بالشكل ده. فقال لك ان هو بيديني شكل ايه؟ بيديني شكل حاجه اسمها الودن بارلز. يعني ايه كلمه بارلز؟ بارلز يعني برميل، وودن يعني خشب، يعني كانه ده ايه؟ كانه ده برميل خشب طويل معايا، كانه برميل خشب طويل هو بيبقوا واقفين جنب بعض بشكل ده. يعني مثلا لو حبينا احنا نرسمها هتلاقي ده مثلا اهو ده كده عباره عن ساينس، وبعدين في كمان جنبيه ساينس الناحيه اللي جنبيه كده، وبعدين في كمان ايه ساينس اهو نازل كده، وبعد كده في ساينس نازل كده، وبعد كده في ساينس نازل كده معايا. فكانها ايه؟ كانها شايف كانها ايه؟ كانها عباره عن براميل خشب جنب بعضها. شوف الوصف الرخم يعني. فلكن السبرينك ساينس ده هذا سبرينك ساين لايند باندوثيلاس اللي هي السلسة الحمراء دي كويس. وايه كمان؟ قال لك ان هو لما نيجي نبص عليه كده بالطول هنلاقي ان هو بيديني شكل مين؟ شكل الودن بارلز. ايه كمان؟ قال لك انه الخلايا اللي موجوده جوه السبينك ساينس بنحب نقول عليها ستيف سيلز اللي هي الخلايا اللي جوه مين؟ اللي جوه هذا السبينك ساينس. بحب اقول عليها ايه؟ بحب اقول اللي هي الاندوثيليا سيلز دي بنحب نقول عليها ايه؟ ستيف سيلز. هي بيسموها كده ستيف سيلز. كل بقى واحد اصل كل واحد بيبص في الميكروسكوب، فكل واحد له نظره معايا، كل واحد بقى يكتشف لي حاجه. يعني مثلا بالروس اكتشف الكورتس فسماها كورتس اوف بيروث. اسمه ايه ستيف اكتشف السبينكس الاندوثيليا سيلز الموجوده جوه السبينك ساينس، فقال لك اسمها باسمي ستيف سيلز وهكذا. لكن مش ده المهم، المهم انه هذه الاندوثيليا سيلز ما بينها سلتس، في ما بينها سلتس. يعني كلمه سلت يعني مسافه، في مسافه بين كل اندوثيليا سيل والثانيه. بحيث بص حضرتك هذه الاندوثيليا سيلز، بص يا سيدي انا عندي اهو دي كده عباره عن اندوثيليا سيل اللي هي دي، اي دي اندوثيليا سيل ودي اندوثيليا سيل ودي اندوثيليا سيل وهكذا، اندوثيليا سيل. ما بين كل واحده والثانيه في سلت. يعني كلمه سلت بقى يعني مسافه، اهي في مسافه هنا، اهي في مسافه هنا، اهي في مسافه هنا. المسافه دي قد ايه؟ قال لك 2 ل 3 مايكرون. 2 ل 3 مايكرون. ايه كمان؟ قال لك انه تحت هذه السلتس بيبقى فيه الاول بيزل لامينا، يعني دي عباره عن اندوثيليا سيلز، يعني عباره عن ايبيثيليوم. اي تحت اي ايبيثيليوم في حاجه اسمها البيزل لامينا، خدناها قبل كده. فعند البيزل لامينا دي مش مكمله مع بعضها كده، يعني المفروض ان البيزل لامينا تبقى عامله كده بالمنظر ده، لا قال لك انها برضو هي كمان بتسيب سلتس بالشكل ده برضو. يعني هي كمان ديسكونتينوس، يعني كلمه ديسكونتينوس يعني مش مستمره مع بعضها، مش ماسكه ببعضها. ليه؟ اللي في بينها وبين بعضها مسافه، في مسافات بينها وبين بعضها بالشكل ده. فاصبحت هي كمان سايبه ايه؟ هي كمان سايبه سلتس. مش بس كده، ده البيزمنت ميمبرين اللي هو تحت البيزل لامينا كمان برضه هو كمان انكمبليت، هو كمان سايب سلتس، هو كمان سايب سلتس في المنطقه دي. يبقى انا عندي السبينك ساينس ده، هذا السبينك ساينس مفتح. بص ازاي مفتح؟ يعني ممكن انه الدم اللي موجود هنا والخلايا اللي موجوده هنا انها تعدي للمنطقه دي. ليه؟ عشان ما يبقاش الساينس مقفل، يقدر ان هو لو انا عايز ادخل اي خليه بي لينفوسايت او تي لينفوسايت تدخل معايا، عايز اخرج اي خليه تخرج، فيبقى السينس مش مقفل كده خالص، لا السينس مفتوح عادي. يبقى انا عندي الاتي، انا عندي سبينك كورد وسبينك ساينس. هذا السبينك كورد بسميها كوردز اوف بيروث، الريتيكولار فايبر من الريتيكولار ايه؟ الريتيكولار سيلز. الريتيكولار سيلز بتبقى نجميه ستيليت سيلز مليانه ماكروفيج. الماكروفيج بيزيد امتى؟ حوالين السينس. فتعال على السينس حضرتك، ذا لايند اندوثيليا سيلز. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انه هذا السينس مديني شكل الودن بارو اللي هو اللي قلنا عليه ايه؟ برميل الخشب. With pose end open يعني ايه؟ يعني انا عندي برميل خشب يعني هم عاملين كده مثلا، وهذا مثلا برميل اهو واخد لي بالك، ومن فوق مفتوح من تحت مفتوح، يعني مفتوح من ناحيتين. كمان الاندوثيليال سيلز في سلتس ما بين الاندوثيليال سيلز 2 ل 3 مايكرو. كمان البيزل لامينا انكمبليت، هي كمان سايبه سلتس. كمان البيزمنت ميمبرين ديسكونتينوس عند السلتس برضه هو كمان سايب ايه؟ سايب مسافات. ليه قلنا؟ عشان يعني الساينس مفتوح، وكمان الاندوثيليال سيلز اللي عندها لايننج برضه سايبه بينها ايه؟ سايبه بينها مسافات. ليه؟ عشان تقدر كل الاجزاء مرتبطه مع بعضها، تقدر كل الخلايا انها تعدي وتروح، ما يبقاش الجزء اللي جوه الساينس مقفل. تاني على فكره الوايت بالب اهم بكتير جدا من الريد بالب. الوايت بالب ده بيتكون ايه؟ بيري ارتيريال ليمفاتيك شيز، لينفويد نوديول، ومارجنال زون. قلنا بقى ان البيري ارتيريال ليمفاتيك شيز دي بتتكون من تي ليمفوسايت، عشان كده سميناها ثايموس ديبندنت زون. الليمفويد نوديول ديت عباره عن بي ليمفوسايت، ودي اسمها ايه؟ اسمها مارجنال زون. ما بين مين؟ ما بين الوايت والريد بالب. تعال الريد بالب بيتكون من سبرينك كورد وسبرينك ساينس،
حضرتك هذا الكوري اسمه كورس اوف بيروس، عباره عن ريتيكولار فايبر بريتيكولار سيلز، يحتوي على ماكروفاج بتزيد عند الساينس. تعال على الساينس، بلايند اندوثيليال سيلز، هذه الاندوثيليال سيلز شكلها عامل او الساينس نفسه شكله عامل شكل الودن بارلز، ما بين الاندوثيليال سيلز وبعض في سليتس 2 3 مايكرو، البيزل لامين اللي تحتها فيها برضه سليتس، البيزمنت ممبرين برضه انكمبليت ديسكونتينوس في سليتس برضه كمان. خلاص ده تركيب مين؟ ده تركيب السبلين. طيب شوف في اي صوره، بص حضرتك هذا مثلا صوره برضه ليه المدلري كورن، نفس الصوره احنا كنا اخدناها مره في في الليمف نود لو تفتكر، برضه المدلري كورن ومدلري ساينس هي هو نفس الاستراكشرز، كلهم ليمفويد اورجنز، فهو بيدي نفس الاستراكشرز بالظبط، المدلري كورن ومدلري ساينس. خلاص ده شكل وايت بالب وايه وريد بالب. اي هوب انك تكون فهمت يعني ايه كلمه وايت بالب ويعني ايه كلمه ريد بالب. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.